نائب في المجلس الوطني التأسيسي أن الذي حصل في مصر محاولة فاشلة من رعاة الطغيان لتعطيل الإرادة الشعبية، كما دعا التونسيين إلى الوحدة الوطنية والصمود أمام دعاة الانقلاب. ما حصل في مصر قلنا هو كارثة في الحقيقة، وتعبير عن دخول مصر في ظلمة، في ظلمة ليل، نسأل الله أن لا يطول بمصر، وما ذلك إلا بسبب تحدي القانون. هناك دستور تم تحديه، إلغاءه وتحديه عيانا، وللأسف فإن قطاعا من النخب العربية التي تنتسب للليبرالية والديمقراطية صفقت بما يمثل فضيحة في الحقيقة، فضيحة أن ديمقراطيين وليبراليين يصفقوا الانقلاب، وما قد وتلعثمت ألسنتهم عن أن تصف الأمر بما على حقيقته، أن تصف الانقلاب بأنه انقلاب. المواطن التونسي اعتبر ما حصل في مصر جريمة بامتياز ومجزرة في حق الشعب المصري الذي احتج على الانقلاب. مصر بصراحة شيء معناها يحمم القلب، شيء معناها تصور ينهى لأول مرة راه معناها مخاخ مجدودة باليدين مسار انتايحة في القاعة، معناها حتى لو كان دعم شرعي ولا شرعي باش يوصل الشعب العربي الشعب المصري المناظر كما هذه وقت يتال معناها بالدرجة هذه، بلاش بها السياسة وبلاش بها الحكومات وبلاش بها الكراسي هذه. شيء يوجع القلب كيفاش الشعب نتاعهم يززروا في بعضهم وكله على خاطر كلهم يجريوا على كرسي السلطة. بصراحة توا احنا كعرب وكاسلاميين ما كروش يصير هذا بكل توا الدول قاعدين يتفرجوا، توا دول العالم كل فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا و قاعدين يغزوا العرب كيفاش يتعاملوا مع بعضهم. شيء اسف كلنا يعني عرب في بعضنا والمالمو ما يصيرش الشيء هذا، المالمو يد واحدة ونقفوا مع بعضنا في كل شيء. غايظيني برشا معناتها الاولاد في مصر واللي صار لهم الكل والمجزرة اللي صارت، وهذا شيء معناتها يؤسفنا برشا ويحزننا برشا معناتها كبلاد اسلاميه وعربيه ومصر اختنا. ثم حسره كبيره برشا على اللي قاعد يصير. ثم تحميل مسؤوليه زاد الاطراف معينه ممكن تكون اخذت قرار المجزره هذيا. ربي بعد علينا المشهد المصري في تونس. ان شاء الله تونس لاباس وكاو، ان شاء الله ما نشوفوش اللي شفناه في مصر يتعاود في تونس وكاو. نقطة سوداء في تاريخ مصر ما بعد الثورة سجلت لتبقى شاهدة على دعاة الدكتاتورية والانقلاب ولتكون درسا لكل الانقلابيين في العالم. ما حصل في مصر هو كارثة، إن شاء الله يا ربي ما نشوفوش السيناريو هذا يتعاود لا في مصر ولا في غير مصر. باش نرجع لك سي يسري دالي، إلى أي مدى يمكن أنه تتأثر تونس بأحداث مصر في الوضع الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الدعوة. والله السؤال أنه تتأثر تونس باللي صاير في مصر، هي تأثرت تونس باللي صاير في مصر منذ الإطاحة بنظام الحكم المنتخب والشرعي وانقلاب السيسي على الشرعية وانقلاب عسكري. ليلتها اجتمع العديد من السياسيين التونسيين والفاعلين في الساحة السياسية التونسية وحبوا ينشوا على منوال اللي صار في 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 مصر، لكن والحمد لله كافة مساعيهم وكافة الأنشطة متاعهم وكافة اجتماعاتهم خابت بالأمل، رغم أنه حركوا وصلوا أنه يحركوا الشارع التونسي، وصلوا أنهم يكونوا فاعلين في الشارع التونسي ولموا العديد والعديد من الشخصيات والأشخاص والمواطنين اللي ممكن ما كانوش في صفهم، لكنهم رغم ذلك حسوا أنهم ينجموا يطيحوا الحكومة وينجموا ينقلبوا على شرعية مجلس تأسيسي ويطيحوا المجلس التأسيسي، لكن هذا ما تمش وأنا أقول لن يتم. وتونس ما هيش مصر، واللي صار ينجم يكون عدوى عقلية، ينجم يكون عدوى نفسية، لكن ما تنجمش تكون عدوى فعلية. لكن العدوى يمكن نقولوا احنا شفناها عدوى فعليه، حركه تمرد لقيناها في مصر وتوا نلقاو فيها في تونس. ماهيش عدوى فعليه، هي كما قلت قبيله عدوى نفسيه عدوى عقليه.
حركة التمرد اجتمعوا في 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 اجتماع مع بعض السياسيين ومولوهم بعض السياسيين وبعض الناس اللي تنشط ما وراء حجاب وكانوا يدعموا في هالحركة هذية وكانوا يتصوروا أنه قادرين اللي صار في مصر باش يصير في تونس. اللي صار في مصر ما ينجمش يصير في تونس، وثم عديد الأسباب اللي نجموا نفسروها كونه ما ينجمش يصير في تونس. الوعي أنه الشعب التونسي يمكن أكثر حاضر يعني لإيصال الثورة متاعه إلى بر النجاة أكثر من مصر؟ الإشكالية مش إشكالية وعي المواطن، لأنه هنا شفنا إحنا اللي الساحات تعبت من جهتين يعني، وكأنه ثم معركة ملء الساحات وملء الشوارع. فالمناصرون للشرعية توجدوا في الساحات، والمناهضون للشرعية تواصلوا توجدوا في الساحات، وكان العدد تقريبا معناها نصف نصف، تقريبا 60% 40% 55% 45%. وانا تابعت ومشيت الساحات وشفت وقعد، معناها عندي شوية احصائيات موجودة يعني ثم تقارب. لكن معركة الساحات هذه انا دعيت كونه ممكن نهار اثنين، لكن وقتي طويل تودي ثم خطر. وهذاك كانت الدعوة انه الاحسن انه ننسحبوا أو يقع الانسحاب من الشوارع، ويقع تطبيق نوعا ما القوانين في أنه كل ما يمكن أن يروع ويعطل الشأن العام ويعطل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية يجب أن نأخذه على محمل الجد، ويجب أن تكون الأنشطة السياسية والأمنية مطابقة للقوانين في منع كل ما يمكن أن يؤدي إلى انقلاب أو شيء من هذا القبيل. طيب، ما هي السيناريوهات المتوقعة بالنسبة إلى الملف المصري الآن؟ ما ثمش برشا سيناريوهات للأسف. ثم سيناريو أساسي اللي هو سيناريو حرب أهلية. للأسف أنا قراءتي والإشارات الموجودة الآن على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية تقول كونه السيسي وحكومة الانقلاب لا يمكن لها أن تتراجع على هذا الانقلاب، ولا يمكن أن تعيد الشرعية إلى أصحابها، وتعتقد أن هي الآن صاحبة الشرعية. وشفنا اليوم الصباح نشوف منها ولاو يقولوا كونوا الإخوان في حركة إرهابية، يقوموا بحركة إرهابية وبأعمال إرهابية. فمستحيل أنه الآن يعني العسكر أنه ينسحب يعني. لكن كذلك مستحيل أنه الإخوان في مصر زاد يسلموا في حقهم اللي سلموا فيه منذ عقود، وخذوه في ثورة سلمية، وخذوه في ثورة قدموا من أجلها، جميع الشعب المصري قدم من أجلها الأرواح والتضحيات ولازالوا يقدمون. فإلى حد الآن أنا أرى أن هناك تعقل كبير من قادة الإخوان في مصر، هناك تعقل كبير ورصانة وتحمل الصدمة وتحمل الانقلاب وامتصاص ضغط الانقلاب. لكن للأسف ما نتصورش إذا كان يواصلوا وبش يواصلوا العسكريين في التمادي في قمحهم وفي اضطهادهم وفي ظلمهم، لأنه ما نصورش هالضغط هذا باش ينجم يقاوموه، وما نصورش كونهم باش ينجموا يصبروا اكثر من اللي صبروا. وبداد من توا بعض التحركات الشعبيه المناصره للشرعيه تدخل في حركات عنف اللي معناها نقولوا احنا بالدارجه ملزوز ليها، مكرهون اخاك
لا بطل فيها. بما انه قلنا يعني مدى تاثر تونس باللي صاير في مصر، انت صرحت فيما سبق في جريده الفجر، قلت انه الجيش التونسي ما ينجمش يكون كما الجيش المصري، مستحيل انه ينقلب على الشعب التونسي. علاش؟ على خلاف الجيوش العربيه جميعا، وعلى خلاف العديد من الدول الافريقيه، فانه تونس منذ الاستعمار قاومت برجالها ونسائها المدنيين والمدنيات، واللي حمل السلاح وعمل الكفاح المسلح المدني هم رجال مدنيون، ما كانوش عسكر، ما كانوش جيوش، ما كانوش تحت غطاء معناها زي عسكري. هما صالح بن يوسف، هما بورقيبة، هما موجي سليم، هما الهادي شاكر، هما العديد من الحقوقيين والمناضلين والأطباء والعاملين وحتى العاطلين والمؤدبين والأساتذة، هما اللي جابوا الاستقلال تونس، هما اللي عملوا، هما اللي قادوا الكفاح المسلح، هما كانوا فلاجة وكانوا يشرفوا على الفلاجة. فهل هل هل العملية والحركة هذه اللي هي حركة تاريخية في تونس جابت الاستقلال، ما جابهاش العسكر، الاستقلال المدنيين انقلبوا من بعد على البي، المدنيين انقلبوا على البي والمدنيين حكموا في تونس عكس الدول العربية كلها. الجيوش هي اللي تنقلب على المدنيين. فوالا. فتونس ما انقلبتش على لا 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 ما انقلبتش بعسكريها، انقلبت بمدنيها. والمدنيين في تونس وقت اللي شدوا الحكم، وبورقيبة وقت اللي شد الحكم، كان اعتبر من الجيوش في المنطقة العربية ككل. وعزل الجيش التونسي عن الحياة السياسية، وعزله عن الحياة الاجتماعية، وعزله عن الحياة الاقتصادية، وعزله حتى عن الحياة الفكرية، وخلاله المجال كان في الدفاع المدني وفي الحياة الرياضية، حتى أنه معناها الجمعيات الرياضية العسكرية في تونس معناها هي الأولى بامتياز، وأول جائزة أولمبية جابها جمودي عسكري يعني. فالفكر اللي جات اللي تولد هو فكر مدني، هو اللي قاد الدولة التونسية إلى حد الآن. فبورقيبة كان يقول كونه العسكر في الجزرنات نتاعهم، وبالفعل كان العسكر في جزرناتهم، كان يعطيهم شوية امتيازات. وقت اللي جاء بن علي عام 87 وجاء من العسكر وما انقلبش وهو عسكري، راه ماهوش العسكر اللي عاون بن علي على الانقلاب الابيض اللي قالوا انه انقلاب ابيض، هما الامنيين اللي سامحني مثالش نفكر كمل فكرتي، هما الامنيين عاونوه على الانقلاب. فبن علي وقت اللي انقلب على 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 بورقيبه وهو عسكري ويعرف وضع العسكر، حسن نوعا ما من وضعه العسكر، وكان يعرف اللي العسكر كان نوعا ما معناها محصور في الجزرنا نتاعو. اعطاه حاجه، شنو اللي اعطاه؟ اعطاه الامكانيه انه يقرا. فالعسكر من 87 براتيكمون من 94 حتى 2011 تعملت له مدارس تعليم عسكري عالي، وتعملت له يعني كليات حربيه وعسكريه، وكان مبدع في التكوين وفي التدريب. يعني العسكر التونسي حاضر فكرا وساعدا، هذه الحاجه اللي نجم نقولوا احنا نضمنوها. لا مش ساعدا، نحب نقول كان مدنيا وكان علميا وتكنوقراطيا اكثر من الموجودين في تونس، يعني احسن المهندسين توا في جيني سيفيل موجودين في العسكر. في العسكر ما تلقاهمش في الانيت وفي غيرهم. باش نقدموا شويه سي يسري، باش نحكيوا على ندخلوا للوضع الراهن، يعني بعد ما شفنا انه الفتره هذه الكل منذ احداث الشعامبي الجيش التونسي قاعد يقوم بمجهود جبار وجبار جبار، يعني نوجه له تحيه طبعا الجيش نتاعنا. فما ما نسمع في مقولات انه فما تعاون بين الجيش التونسي والجزائري،
وفما اللي شكك يقول لا يمكن جيشنا هو فقط اللي يحمي في حدودنا ليس التعاون الجزائري. الى اي مدى يمكن انه تضمن او المقوله هذه تصح انه الجيش التونسي والجزائري قاعد هو اللي يحمي بالحق في حدودنا؟ هو معناها منذ ظهور الحركات الارهابيه ومنذ ظهور الارهاب في تونس مع نزار نوار واللي صار في غريبه في جربه في سنه 2002 كان ثم تعاون كبير برشا بين تونس والجزائر، وقبله هو كان ثم تعاون زاد كذلك لأن الجزائريين عاشوا فترة إرهاب كبيرة وإرهابيين كبار، وكنا نعاونوا فيهم وكنا حتى ندربوا فيهم وكنا نبعثوا معناها إطاراتنا الأمنية والعسكرية لتبادل الخبرات في مجال مقاومة الإرهاب. فاللي صاير توا هو التبادلات والعلاقات بين الدولتين هو الغايه نتاعو مكافحه الارهاب، وهو موجود لكن ديما موجود بالمعلومه، هي تبادل معلومات وتبادل، واهم حاجه هو ده، وتبادل تقنيات وتبادل كيفيه معرفه ديناميكيه هالجماعات هذية وخاصة معلومات واستعلامية مخابراتية في المجال هذا. طيب باش ناخذ معنا مكالمة هاتفية مع الأستاذ أبو جرة السلطاني قيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، نشوفوا معاه مقاومة الإرهاب المشترك بين تونس والجزائر كيف يتم القضاء على الإرهاب. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو جرة السلطاني. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك في برنامجنا رجع الصدى. أكيد كنت تسمع فينا نحكيه على محاولة القضاء على الإرهاب والشراكة العسكرية بين تونس والجزائر. حسب رأيكم أستاذ أبو جرة كيفاش يتم القضاء على الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لم أسمع السؤال بشكل جيد واضح، لكن ما فهمت منه هو يعني كيف نقرأ ما يجري اليوم من أحداث. إذا كان هذا هو السؤال فأستطيع أن أقول بكل وضوح التجربة التي خاضتها الشعوب العربية بعد أمد طويل من الحكم الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد، وقد صبرت الشعوب طويلا على بعض حكامها وتجاوزاتهم، وقامت بانتفاضات سلمية حملت أسماء مختلفة كان من أبرزها الربيع العربي. والربيع العربي كان من أهم صفاته أنه رد الكلمة لإرادة الشعوب ودفع الجميع للذهاب إلى صناديق الاقتراع والاحتكام لإرادة الشعب الذي يختار الرجال ويختار البرامج ويفاضل بينها ثم يرجح الكفة بعد ذلك لمن يحكمه ويسير أموره، وهذا ما حصل في بلدان كثيرة مثل تونس وليبيا ومصر وغيرها، وذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع يعني شبه توافقوا على مسودات دستور تأسيسي جديد لإعادة بناء جمهوريات ديمقراطية يحتكم فيها الناس إرادة الشعب ولصناديق الاقتراع ويختارون فيها ما بين البرامج المطروحة. لكن للأسف الشديد نرى مرة أخرى أن القوة التي كانت تتحكم في إرادة الشعوب بطرق غير ديمقراطية وبطرق غير مؤسسة بدأت تعود مرة أخرى لتمارس بين قوسين إرهابها على الشعوب وعلى اختيار إرادة الشعوب، وللأسف الشديد ترفع يعني شعار الإرهاب كقميص عثمان وأنها دول مهددة من قبل أناس قد انتخبوا ديمقراطيا. نضرب مثال مثلا بمصر، الذي حصل في مصر لا يحتاج إلى فلسفة كبيرة، لا يحتاج إلى أكاديميين ليحللوا ولا حتى إلى سياسيين ليقرأوا المشهد السياسي قراءة معمقة. رجل الشارع البسيط الذي يراقب من بعيد يرى أن ما حصل في مصر كان ثورة شعبية، كان الإخوان المسلمون أكثر تنظيما، أكثر وجودا في الشارع المصري، أكثر قربا من الشعب المصري، وشكلوا حزب سموه العدالة والتنمية ودخلوا الانتخابات ديمقراطيا، سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات المجلس الشورى وحتى الانتخابات الرئاسية، وراقب العالم بأسره هذه الانتخابات، وهناك متابعة ومراقبة دولية شهدت على نزاهة الانتخابات ونظافتها، والدليل أنها كانت انتخابات نظيفة ونزيهة، أن الفارق بين المترشحين
أو بين المترشحين في الدور الأول والمترشحين الاثنين في الدور الثاني كان فارقا بسيطا، مما يدل على أن الحسم لم يكن عميقا بنسبة 80% أو 99.99% كما كنا نسمع دائما. طيب أستاذ أبو جرة، ما هي دور الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية التونسية والجزائرية في القضاء على الإرهاب وحفظ الأمن؟ الحقيقة ينبغي أن نعرف الإرهاب أولا حتى نقضي على الإرهاب أو نعالج ظاهرة الإرهاب. ينبغي أن نعرف ما هو هذا الإرهاب. هل الإرهاب هو هؤلاء الذين تقدموا إلى صناديق الاقتراع وزكاهم الشعب ديمقراطيا ثم بعد ذلك أرادوا أن يحموا شرعيتهم فانقلب عليهم في وضح النهار ثم يسمون إرهابيين؟ يعني نحن نتذكر ما قام به جورج بوش لما أراد أن يحارب الإرهاب في العراق، اتهم كل أن ليس معه فهو ضده وبدأ بالغارة والغزو. طيب أستاذ أبو جرى، باش ما نخرجوش باش ما نتوسعوش أكثر، كما قلت لك دور الأحزاب السياسية التونسية والجزائرية في القضاء على الإرهاب، يعني لازم تكون للأحزاب خطوة فاعلة بما أنها تضم قاعدة جماهيرية كبيرة من موالين وأنصار، أنها تحد في تفكير في أنه الأمن غير مستقر، هي تنقلوا القضاء على الإرهاب أو استقرار الأمن. كيفاش الأحزاب تساهم في استقرار الأمن؟ الأحزاب السياسية لها دوران في تقديري. دورها الأول التثقيفي سياسي، بحيث تنبذ العنف وتنبذ الإرهاب بأي صورة كانت. ونحن في حركة مجتمع السلم في الجزائر كنا من قبل 20 سنة رفعنا الشعار نحن ننبذ الإرهاب ونرفضه للوصول إلى السلطة كما ننبذ الإرهاب ونرفضه للبقاء فيها. فالإرهاب الشعبي مرفوض والإرهاب الرسمي مرفوض أيضا. الدور الثاني أن تقوم بدور إعلامي وتوعوي عبر الحركات الشعبية وتندد صراحة بالإرهاب والعمل الإرهابية وتدعو الناس إلى المنازلة في الميدان والتنافس السياسي من أجل تقديم خدمات أفضل للمجتمع، من أجل تقديم مشاريع أعمق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذا هو الدور السياسي الذي ينبغي أن تلعبه الأحزاب. طيب. أستاذ أبو جرى، الأحزاب محل الأجهزة الأمنية. أكيد. أستاذ أبو جرى السلطان، بما أنك قيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، تم تداول أخبار أنه تم القبض على إرهابيين جزائريين على الحدود التونسية، ما مدى صحة هذا الخبر؟ ليس عندي يعني أخبار دقيقة تؤكد أو تنفي، لكن في اعتقادي هذا لا يقدم كثير ولا يؤخر. الذي يقدم أو يؤخر هو مدى اعتراف الرأي العام الدولي بشرعية الصناديق، احترام اختيار الشعب، الوقوف مع الإرادة الشعبية، التنديد والاستنكار لما يحصل من تجاوزات وقتل وسفك دماء وحرق جثث بأسلحة كان ينبغي أن توجه لحماية بيضة الوطن. هذا الذي ينبغي أن يركز عليه. شكرا. أن ألقي القبض على فلان وثيق فلان إلى السجن أو إلى المحاكمة هذا أمر شكلي في اعتقادي وهامشي. أما العمق هو من هم الشرعيون، كيف يمكن أن نندد بالانقلاب، كيف يمكن أن نرفع يعني الراية الحمراء في وجه الذين يستخدمون الإرهاب للوصول إلى السلطة. شكرا لك. شكرا لك أستاذ أبو جرى السلطاني، قيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية. شكرا لك، كنت معنا مباشرة في رجع الصدى. نرجع لك سي يسري، نكملوا في الشأن الداخلي تو، ندخل بشوية بشوية حتى نوصلوا على تأثيرات أو انعكاسات الأمن، انعكاسات الأمنية على الوضع الاقتصادي. لكن حاب نسأل سؤال أستاذ يسري، علاقة المواطن التونسي بالأمن كيفاش يزمها تكون، والأمن كذلك، يعني من 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 وجهين. هو باش نفهموا الشيء لازم يكون، لازم نرجع شويه بالتوالي باش نفهموا كيفاش كانت العلاقه ثم كيفاش ولات وكيفاش لازم تكون. الاكيد انه كلنا عشنا وكلنا نعرفوا كونه العلاقه هذه ما كانتش علاقه ثقة، وكانت علاقه تسلط، وكانت علاقه تازم، وكانت علاقة فيها برشا من التنافر والتجاذبات، وكان الأمني فيها يعني يتجاوز حد السلطة متاعه، كان ياخذ رشوة، كان يعذب، كان فارض رأيه، كان دكتاتور. يعني هي وسيلة الدكتاتورية والعصا الغليظه نتاع النظام الدكتاتوري، تطبيق الدكتاتوريه من خلال الامني. يعني بن علي كان دكتاتور بنظامه الامني،
من ضمن معناها وسائل دكتاتورية نتاعو، كما كان عنده جهاز اعلام كان عنده جهاز امني، وهذوما اللي وصلوه معناها. ف ما كناش نجمو نحكيو على حتى نوع نتاع علاقه، الا انه كانت علاقه تصادم وكانت علاقه رهبه وكانت علاقه خوف. فثم شكون اختار التصادم، وثم وجزء قليل برك اللي اختار التصادم، واللي شفناه من بعد معناها في المجتمع المدني ومن بعد في كسياسيين وك معناها مناضلين. ثم العديد اللي اختاروا الخضوع والخنوع والتعامل معناها برهبه وبخوف من الامن. وما كانتش معناها ما كانش حتى معناها محل تجاذبات ولا محل، كانت قطيعه باتم معنى الكلمه. بعد الثوره للاسف انقلبت المفاهيم. وقت اللي هرب بن علي خلى وكانه الناس الكل حاولوا يوجهوا، وانا اقول ونتحمل مسؤوليتي، هو شكون يحاول يوجه؟ الاعلام بيدو، الاعلام يعني باش ينحي من نفسه هالمسؤوليه اللي كان متحملها مع الامنيين ومع التجمع ومع الاتحاد، كان باش ينحي هالمشكله هذه في شكون، مش وحالها في الاعلام في الامنيين. وبالفعل كان الاعلام الكل وكانه الامن برك هو المسؤول على اللي عمله بن علي. فالفكر اللي مشى والليماج اللي تعطات، الصوره اللي تعطات والرمزيه كلها مش توجهت، والعدوانيه كلها توجهت لك الامني. لكن الامني ما نكرش انه كان عايش ازدواجيه او كان متذبذب. شوف، هو مش كان متذبذب، انا قلت كان العصا الغليظه للديكتاتوريه، وكان هو الـ يعني الـ اليد القاسيه اللي كان يضرب بها بن علي. اما قلت راهو مش وحده، قلت معاه جهاز اعلامي كبير، معاه التجمع الدستوري الديمقراطي، معاه الاتحاد التونسي للشغل، ومعاه آلة أخرى اللي هي معناها بعض الجمعيات كلها متواطئة المدنية كلهم. لكن بنسبة كبيرة كان الأمن وكان الإعلام. فالإعلام اللي هو قاعد متواصل بعد الثورة، شيزمو يعمل باش ديما يقعد التوجيه للأمني؟ شيزمو يعمل؟ يزمو ديما يسلط الضوء على أنه الأمني هو الوحيد وهما منعوا. اول حركه، وهذا ديما نفسر نقول شو اللي صار هون بعد، امنيين خرجوا الى حد الان اكثر من 96 اطار امني على احيلوا على التقاعد الوجوبي، وفيهم اللي في السجن وفيهم اللي معناها قاعد يحاكم. ما ثم حتى اعلامي موجود معناها تعزل من خدمته الى بعض الحالات البسيطه معناها اللي كانت فلاغرونت. والاخرين وين؟ مازال نشوفوا فيهم في البلاتو او وراء الكواليس. أو وراء الكواليس. فالكل توجه للأمن. الكره اللي صار وكأنه عملنا عملية مانيبولاسيون وعملية توجيه باش العدوانية متاع الشعب التونسي الكل توجهت تصلت ضد الأمن. ولشكون بالضبط؟ الناس كله اللي تتكلم على البوليس السياسي، وكأنه البوليس الكل هو بوليس سياسي، وكأنه البوليس السياسي الكل عذب، وكأنه البوليس السياسي الكل انتهك حقوق الإنسان. وقت اللي هو أكيد أنه ثم العديد من البوليس السياسي اللي انتهك حقوق الإنسان وكان عندهم فساد إداري وفساد مالي، لكن ثم ناس وإطارات أمنية ما كانتش فاسدة، كانت تخدم في خدمتها، لأنه كانت تخدم في المؤسسة وكانت تعتقد كونه خدمة المؤسسة سواء مع بن علي أو مع غيره هي خدمة المؤسسة فقط. لهنا نجم أسألك، نقول لك هل يمكن أنه نتكلم أو نأسسوا لأمن جمهوري حقيقي في البلاد التونسية؟ والله أنا نخير كلمة الأمن وطني. أمن وطني على أمن جمهوري ما عندهاش حتى معنى. كي نقول أمن جمهوري شو معناها بوليس ريبوبليكان؟ لا، أنا أقول أمن وطني، من بوليس ناسيونال. وإحنا بالفعل قادرين أن نأسوا لأمن وطني تونسي. كيفاش؟
كيفاش في ظل التجاذبات هذه، في ظل المشاكل اللي قاعده تصير، في ظل الاعلام اللي متواطئ، ولو اني انا نحب جوست نعرج انه وجهنا دعوه الى وزاره الداخليه والى مدير اقليم امن صفاقس، وحابين اليوم يحضروا معنا اطار انه ناخذوا الكلمه من عند الاطار انه يحكي معنا يوصل لنا شنو يعاني وشنو يلزم يصير بالنسبه للمواطن التونسي. لكن للاسف دواعي امنيه او تعليمات خليهم ينجموش ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في البلاتوات القادمه. لكن كيفاش نأسسوا الى امن وطني وتكون علاقه المواطن التونسي بالامن طيبه والعكس بالعكس، وكيف كيف يخلي البلاد عايشه في استقرار وباش نمشيو للملف الاقتصادي نكونوا مرتاحين. معناتها لازم نفكوا هذه المعضله. للاسف انت هيك قلت معناها تعليمات، للاسف كونه الامن الى حد الان هو ثلاثه سنوات، قرابه ثلاثه سنوات على ثوره والامن لم يتغير. تغيروا ناس لكن الامن ما تغيرش، تغيروا قياديين وقيادات لكن الامن ما تغيرش. ما ثم حتى بوادر نتاع اصلاح منظومه امنيه، لا على مستوى التشريعات والترتيب والقوانين، لا على مستوى الهيكليه، لا على مستوى الانتداب، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى التحكم في المسار المهني للافراد. يعني لا على مستوى التعيينات، لا على مستوى النقل. يعني للأسف أنه ممكن ما تعرف واحد وقت يعيش لو كوتيديان معناها اليومي يشغل على الاستراتيجي، والحكومة اللي تجي على عام ولا على ستة شهور تقول لك أنا ما نجمش نغير، لكن هذا معناها كنا ننتظروه، والأمنيين الكل ينتظروا كونه يتصير إصلاح المنظومة الأمنية، والمواطنين بيدهم يستناو في أنه هالمنظومة الأمنية هذه تتصلح. كيفاش تتصلح؟ فما توا مشكلة كما خلينا نقولوا عويصة، أنه يقول لك الأمني أنا نأدي في واجبي، والمواطن يقول لك لا الأمني مش قاعد يؤدي في واجبه، وقاعد ديما التعصف وديما التسلط موجود. شو الحل؟ هو مش نوع الحل، هات عن ناخذ التمظهرات هذه ساعة. التمظهرات كونه بعد ثورة 14 جانفي الأمنيين ولو يعيشوا في رهبة في خوف، كانوا يرهبوا ولو هما توا عايشين في رهبة، كانوا يخوفوا ولو هما خايفين، انقلبت الموازين انقلبت. فالخوف هذايا خاصة بعد عزل معناها 42 اللي تعلمني من قبل فرحات الراشحي، وتفكيك المنظومة الاستعلامات والتفكيك المنظومة الحدودية من غير قصد أو بقصد الله أعلم، هذا يلزم نبحثوا فيها، دخول السلاح، يعني الفوضى اللي صارت في البلاد، هذا كله خلى الأمنيين أنه يجي يقدم على حاجة يتراجع، يجي يقدم على حاجة يتراجع، يجي يقدم على حاجة يتراجع. القيادة نتاعه اللي هي كانت تمثل مثل أعلى، لكن مثل في اللاشعور نتاعه، أما هو يعرف القيادات نتاعه فيهم العديد من القيادات الفاسدة والتجاوزات والفساد، لا نقولوه أنا كان ثم العديد من القيادات الفاسدة في الأمن، فهمت؟ وخرجوا معناها الأمنيين في 21 جانفي في 2011 باش يناديوا على القيادات الأمنية الفاسدة هذه، هي عصابة الخماش ديجاش. صار هذا في 21 جانفي 2011 وطلبوا بإحداث نقابات، لكن شنو اللي صار؟ صار كونه وقت اللي تحدثت النقابات، وهوني معناها الخطر وين يكمن، وقت اللي تحدثت النقابات وقبل ما تتحدث بشوية، فرحات الراشي وقت خرج 42 إطار، ما خرجت 42 إطار برك، رجع 3000 من المعزولين سابقا، فيهم على الأقل 70-80% كيف تعزلوا لأسباب خطيرة، لأسباب سلوكية، لا لأسباب سلوكية ولأسباب أمنية خطيرة، فيهم المجرم وفيهم قتل الأرواح وفيهم التاجر في المخدرات وفيهم المهرب وفيهم اللي عامل شبكة دعارة، هذو مأمنين كانوا خرجوا في عهد بن علي وخرجوا تحت مجلس الشرف من أجل ارتكاب هالجرائم هذية. فرحات الراشحي رجع العديد منهم ورجعهم الكل للأمن، وين مشاو هذوما؟ هذوما اللي نداو بالنقابات، وهذوما اللي حركوا النقابات، وثم قيادات فاسده ما خرجاش الراشحي وكانت متواطئه مع الراشحي ومتواطئه مع حكومه الظل وقتها باش تخرج بعض القيادات اللي ماهيش فاسده وخرجوهم ويبقيوا على انفسهم هما، يعني سهام بسدريد ومحمد عبو و
الرابطة الوطنية وقت اللي قدموا أسماء لفرحات الراشي باش يخرجوهم من الناس اللي تورطوا في التعذيب وفي في الإجرام الثلاث قدموا كان ليستا فيها 24 فقط اسم. كيف تخدمت القائمة لقوا من الـ 24 لقوا 42 ساعة اسم، ومن الـ 24 ما ثم كان 16 فقط تم معناها عزلهم. ثم 8 من الناس مازالوا متواجدين. شنو اللي صار؟ هذوك اللي حركوا النقابات من بعد، وكل واحد يبعث الكاتب بتاعه ويبعث المقرب بتاعه منه ومنه، فالنقابات وقتها تحكمت في مفاصل وزارة الداخلية وخلت كل وزير يجي ما عادش ينجم يفرض انضباط المعهود في وزارة الداخلية. سامحني فقط باش ما نتفهمش بالغلط، ما يعنيش أنه كافة النقابات انشغلت بطريقة هذه وإلا كافة النقابيين هم بطريقة هذه. ثم نقابيين شرفاء وقت اللي دخلوا للنقابة وكانوا شكلوا النقابات حب يخدم لأنه هو بيده تظلم ويحب يخدم، لكن يصلح المنظومة الأمنية صحيح، لكن ثم النقابيين على عكسهم وراهم يا ما فاسد ولا وراه فاسد. طيب سيسري، المواطن التونسي يعيش في حيرة رغم استقرار الأوضاع الأمنية وخايف على جيبه، يعني خايف على اقتصاده، خايف على فلوسه، إذا كان أمنيا ما مش مستقرين راهو أحنا فما انعكاسات اقتصادية على البلاد التونسية، على عائلته، على لقمة عيشه. الحيرة هذه كيفاش نجمو نتجاوزوها، كيفاش نجمو نقراوها؟ الحيرة هذه هو المواطن التونسي مساهم فيها للأسف. المواطن التونسي بعد الثورة، وهوني نتكلم ك باحث وأخصائي نفساني، نلاحظ نحن باش نعديو راهو ريبورتاج يوصل حيرة الشعب التونسي، لكن حبيتك باختصار هكا تعطيني الحيرة هذه شكون مسؤول عليها. ودي جاوبتني قلت لي المواطن، انا قلت هو المواطن جزء من الحيرة هو مسؤول عليه. كان تحب تعدي الفيتير ومن بعد نحكيه نعديو الفيتير ونستقبلوا ضيفنا السيد يونس بن طارق رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية باش نحكيه على الوضع الاقتصادي وعلى الانعكاسات الأمنية والاقتصادية من زوز القطاعات. مشيو نشوفوا الفيتير ومن بعد نرجع لكم. شو قراءتك للوضع الأمني في البلاد؟ يخوف، مش نقول أكثر من هكا، في رعب احنا ما تعرفش عليها وين ماشي. شو سبب الخوف والرعب اللي يعيشه التونسي؟ ولا انت قلتي خوف؟ يخوف خاطر مش مستقر. يا اخي انت عاجبك الشيء اللي نراو فيه احنا نسمعوا بيه، فمش حاجه تعجبهم، فمش حاجه تفرح، ربي يسترك. وضع يعني يبعث على الحيره، تشوف يعني بعد ساعات انت من 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 الشيء اللي قاعد يصير في تونس، فهمتي ولا، ومن اللي قاعد يصير لبرا، يعني يخليك انك ديما في حيره، ديما حتى متردد في حتى في دارك الحقيقه. الوضع الامني ما يطمنش، انا قاعدين نشوف توفي الارهاب من جهه الشعب، نشوف الوضع في مصر، الحدود مع ليبيا، ان شاء الله ربي قدر الخير. والله هي انا شوفها ماهيش رايده جمل البلاد، ما عندها حتى حل، هذاك اللي عندي، ما عندها حتى، ما فهمنيش، لساقينا من روسنا مانيش فاهمين حتى شيء. فما نوع من الاستقرار بعد الأحداث اللي صارت قبل العيد، نحس أنه فما نوع من الاستقرار. تصوري أنه الوضع السياسي مربوط بالوضع الأمني، إذا كان ما فماش استقرار سياسي أكيد باش يكون ما فماش استقرار أمني. معناه أنا طبعا نشوف العاصمة سافا لاباس، معناتها بون ثم الأمن واحد يقول الحقيقة، أما احنا متخوفين برشا الوضع التونسي الإقليمي والكل. علاش التونسي مش مطمئن توا؟ يعني يحس خايف اقليمي، معناتها جيوبوليتيك الكل اللي صاير في مصر، اون بليس ثم موفمون معناتها مونديال بوليتيك سياسي، انه يجعل اللي احنا متخوفين، ما نعرفوش العرب الكل، البلدان العربيه الكل وين ماشيه. دونك احنا نعيشوا دون لانسيكوريتي توتال سياسيا، خاصه على خاطر كل شيء مربوط بالسياسه وبالتقارير السياسيه. الوضع الامني رهين الاحزاب السياسيه، وان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله خير. وكهو الوضع الامني والله العظيم انا راه مش خايب، فما مجهود قاعد يتخدم ويا ريتو تخدم من قبل، ونشجعوا الدوله باش تقوم بمجهود اكثر، ونشجع القوات الامن والشرطه والجيش والمواطنين. موجود ومش موجود، انا راه هكا. كيفاش موجود ومش موجود؟ فما بقايا موجودين فيهم الامن، وفما بقايا مش موجودين. بلادنا باهيه، بلادنا عز بلاد، والله بلادنا مهما تمشي ومهما تشرق ولا تغرب، بلادنا وحدها، تونس وحدها في خيرها، الفقير يعيش، الغني يعيش، الناس كل تعيش، والله
بلادنا باهيه باهيه، كان يستحفظوا عليها تويكا ويعرفوا وينحيوا هالمشاكل هذيا وهالعرق وهالمشاكل، تو تونس بخير، التفاهم هي الكل. يحاولوا يتفاهموا، ينحيوا المشاكل هذيا وكل حد يجري، راهي فيها الدنيا الموت وحتى حد ما راهو باقي فيها. استطيع ان اقول ان الامن مستتب في تونس، ورجال الشرطه طيبون هنا. وأنا كإيطالي أعيش باطمئنان في تونس والأجواء طيبة. الوقت الحاضر سافا خير من قبل، خير شوية، مش كما ما عادش فما أمان صحيح للمرأة للراجل للخو ما عادش كيف قبل، لما سافا نحسوا المدة هذه خير تحسن على قبل، مش برشا، لا مازال الخوف، واحدة من الناس أنا نخاف برشا. علاش مازال الخوف؟ مازال الخوف خاطر تحس ما فماش اطمئنان في البلاد، ما عادش فما أمن كيف قبل. معاش تفقد برشا الامن في البلاد، كانت قبل المراه ما ثلاثه ما ساعتين تبدا البرة، توا لا، واحده من الناس اللي نخدم في اللافايات وفي الوزاره وبكري وطلوع النهار ونخاف، اذا بيعطيني وقتاش نخرج ديريكت ونروح. معاش فما اطمئنان جمله في تونس. شو يلزم باش يولي فما اطمئنان؟ الامن يرجع كيف ما كان، حتى لو كان يتشدد علي وعلى غيري هو يخدم في خدمته ما يقلقنيش بالنسبه لي انا، اجراءات باش ياخذها في بطاقه تعريف ولا في اوراق ولا في اللي معطيات الكل، ما يقلقنيش بالنسبه لي انا، ليسونسيال نحس موجوده اطمئنان في بلادي، كان في بلادي ما نحسش موجود اطمئنان ونمش نحسه حسب رايك. كان في بلادنا ما احناش مطمئنين وين باش نطمئن، وان شاء الله يا ربي ديما الشعب التونسي لاباس، وان شاء الله امن تونس يحافظ على او الامنيين التونس يحافظوا على البلاد هذه كيما المواطنين، كيف مسؤوليه مشتركه كما قال سي يسري الدالي خبير شؤون الامنيه. بحذايا في الاستوديو سي يونس بن طاهر رئيس الجامعه الوطنيه للجلود والاحذيه، اهلا وسهلا بك سي يونس. مرحبا بك. بحثنا اليوم باش نحكيو على الهاجس الاقتصادي، كما قلنا في الاونه الاخيره الهاجس الامني والاقتصادي هو الكفين اللي التوانسه الكل يحاولوا انهم يفهموا ويحاولوا انهم يتمنوا عليهم. الهجس الاقتصادي باش نرجع لك باش نكملوا مع سي يسري، يقول لنا الحيره نتاع التونسي، قال اللي هو يحب البلاد هذه تكون لاباس ويحب انه الاقتصاد يمشي، نقولوا احنا الزيت على الماء. هو الكلام اللي سمعناه في البتيار كلهم يعبروا على حيره، اكيد قلت قبيله انا حيره معناها المواطن في جزء كبير منه هو مسبب فيها. وقت اللي نمشيو في الشارع ونلقاو المواطن ما يحترمش اشارات المرور، وقت اللي نمشيو ونلقاو ما يحترمش القهواجي في القهوه نتاعو التواول في الكياس، بايع الخضره يبيع في وسط الكياس ومسكر الثنيه، وقت اللي نلقاو الناس قاعده تبني من غير رخصه، وقت اللي نلقاو الناس قاعده تتسبب وتتلفظ معناها وثم عنف لفظي كبير برشا في الشوارع وما ثماش شكون يحترم الاخر، الفوضى نشوفوها في سلوكات المواطن العادي بشكل تقول وكانه سامحوني في الكلمه شعب تونس ناقص انضباط. وقت اللي نلقاو هذا الكل شنو 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 الاشارات والرسائل اللي نعطيوها؟ نعطيو اشارات ورسائل وكانه ما ثماش امن، اكيد وقت اللي نلقاو هذا الكل الحاجه الوحيده اللي نجمو نستنتجوها كونه ما ثماش امن، مالغري اللي الامن موجود، راهو المواطن ما يحترمش اشاره رجل المرور في الكياس وما عنده ما يعمله. انا حضرت على 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 شخص في كهبه يسب في البوليس، كيفاش وقفوا يسب فيه؟ ماهوش معقول. هذاك علاش انا قلت قبيله راهو البوليس ولا يخدم خايف الامن خايف. ولا مداخلي ولا يخدموا خايفين، هذا راهو ما عادش يلزمنا. هذا للاسف يعطي صوره حتى للمستثمرين وعلى رجال الاعمال الاجانب وحتى التوانسه انه في مكان معين يكون فما اعتصابات او فما يعني تجاذبات مع المواطن الامني انه يفتح المجال اللي مش يفتح يسكر على باب الاقتصاد باب الاستثمار. نمشي معك اكثر من هكا، هما يخافوا من الارهاب، راهو اذا كان الارهابي يشوف المواطن التونسي يعامل في الامن بالطريقه هذه فما بالك هو فاكيد انه يولي دمه مستباح ونجم يذبحوا كما ذبحوا في الشعامبي، معناها لانه مجرد انه الايماج هذيك الصوره اللي تعدات كونه راهو الامن ضعيف. انا هي الدعوه هوني دعوه للمواطنين ساعه اول حاجه باش يحترموا عون الامن وباش ترجع ثقتهم فيه، لانه عون الامن يعاونك باش البلاد تستقر ويعاونك انك تمرر رسائل طمأنة وتمرر رسائل طمأنة للمستثمرين في المجال الاقتصادي
وتمر رسائل فزع للإرهابيين اللي يحبوا يخربوا البلاد هذه. واضح. كرجل أعمال ورئيس الجامعة الوطنية للأحذية والجلوتي يونس، نحب نسألك سؤال. التغيرات هذه الأمنية والانعكاس الأمنية أكيد جلبت مآسي للقطاع، لكل القطاعات الاقتصاد التونسي، لكن بما أنه قطاع الجلود والأحذية حاضر بحثنا اليوم في صفاقس نعرفوها اللي هي ركيزة من ركائزها ما نعرفش كان ولا مازال القطاع الجلود والأحذية أم لا، الانعكاسات الأمنية على هذا القطاع والاقتصاد بصفة عامة. بل كل شيء، بارك الله فيك على الاستضافة، نشكر قناة القلم اللي استضافتنا اليوم باش نوصلوا صوت قطاع اللي هو تعدى من فترات وما زال يتعدى من فترات صعيبة وصعيبة جدا. القطاع هذايا رغم اللي هو قطاع هام وهام جدا، سواء كان للاقتصاد أو سواء كان للظروف الاجتماعية، القطاع هذايا تهمش من حوالي تقريب 15 سنة. احنا تو نحكيه تدريجيا شنو اللي وقع. أما نرجع لسؤال سيادتك اللي قلت لي اللي القطاع هذايا الأمور الأمنية عنديش انعكاسات معناتها الاعتصامات اللي تصير أنا هنا نجاوبك. أنتم تشوفوا سواء كان عن طريق الصحافة شفتوا، وأن اللي احنا قاعدين كل جمعة نخسروا في مواطن شغل. أنتم تعرفوا اللي احنا من بين المواطن الشغل اللي هو هام جدا في قطاع الأحذية اللي هو جروب جال اللي هو موجود في منزل بورقيبة. ونحب المناسبة نقول اللي مواش بالسهل باش بلاد كيما تونس يجيها مشروع كيما المشروع هذاك اللي فيه يشغل يدعامله من 3500 إلى 4000 عامل كل يوم. الشيء اللي خلاهم في وقت من الأوقات جال ومؤسسة ومشات مدة سنوات لأن موجود في تونس الذكاء التونسي، لأنه احنا التونسي عنده ذكاء حرفي وهو قادر باش يستوعب بسرعة كل ميدان الحرفية، وهذاك علاش هو شجعهم واستقروا هنا في تونس ونأسفوا اليوم. وأن هذه فرصة باش نتقدم بها إلى الحكومة باش يوجدوا حل لأن لهذا المشروع هذا، لأنه مشروع ضخم وما هوش في استطاع تونس باش بسهولة نخلقوا مشاريع من نوع ذلك، لأن انعكاس باش يغلق مشروع كما هذايا لا أنه خسرنا هيك المشروع هيك فقط، وإنما هو ينعكس عليه حتى المستثمرين اللي جايين من الخارج والمستثمرين. سألنا المواطن التونسي قلنا له شنو علاقة الأمن بالاقتصاد، هل أنه الأمن كي يبدأ مش مستقر أنه اقتصاد البلاد التونسية ينزل ولا لا؟ نشوفهم بعضنا المواطن التونسي شنو جاوبنا في تيار صغير، وبعد نرجع نكمل مع سي يونس وسي يسري في موضوع حصتنا اليوم الهاجس الأمني والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة. الأمن عنده علاقة بالاقتصاد؟ نتصور عنده، أنا عنده، حتى الأمن لازم يقوم بدور كبير برشا. لا لا، ما عندوش علاقة. الجانب الأمني راهو أكبر حاجة، هو عماد الدولة الجانب الأمني. إذا كان مثلا ما جانب أمني في البلاد راي البلاد باش تنهار. راي أمن يحمي المنشآت، ينقص من الاعتصامات هذه العشوائية. الأمن هو قاعد قايم بواجبه، تو برلمان قاسين نشوفه، معناتها اللي معناتها قاسين قايمين بواجبهم، وحتى حتى معناها الشعب هو اللي ضايع فيها توا برينسيب، ما انت مش عارف شو يعمل، معناها لا يتبع اعتصامات لا يقعد ساكت، ما نعرفش معناتها، فهمت؟ يلزمنا نعملوا حل وكو. يظهر لي كلام المواطن التونسي كما قال سي يونس وقال سي يسري أنه الأمن على علاقة وثيقة بالاقتصاد التونسي. بعد شوية مش حاضر لكم مكالمة هاتفية مع سيد كمال كمون رئيس مؤسس لكونفدرالية مؤسسات المواطنة مكتب جهوي صفاقس، باش نقولوا ما هي أفاق التصدير والاستثمار في تونس، وهل فما تشجيعات لرجال الأعمال ولا لا؟ بعد شوية نكملوا مع سي كمال، لكن نرجع لك سي يونس. القطاع هذا اللي قلت أنت العائلة التونسية
الشخصيه او للمؤسسه العائليه نجم نقولوا. انا حكيت معك فيما اسبق وقلت لي انه المواطن التونسي او الصفاقسي بدرجه اولى يعتمد على مؤسسات عائليه. كان قبل القطاع هذا يشغل يظل في 12000 موطن شغل هكا ولا اي القطاع هذا كان يشغل في صفاقس فقط في المدينة العتيقة كان يخدم حوالي 12000 موطن شغل. وكان السوق هذايا أو القطاع هذايا هو قطاع مشغل وفي آن واحد عنده تأثير على المحيط اللي داير به. يعني احنا نعرفوا كل المواطن الصفاقسي صبابتي وأنه يشتغل في المكان بتاعه في اليوم وفي المساء عنده عمل حتى مع العائلة بتاعه أو عند جيران. يعني كان يشاع حتى على المحيط باش يخدم يد عاملة. السوق هذايا هو بنفسه كان حتى في فترة الصيف كان كل التلامذة أو كل الطلبة كانوا يشتغلوا في الميدان هذايا. هذايا كله الشيء اللي خلى في وقت من الأوقات لمدة 15 سنة بدا بإرادة معينة وقع القضاء على هذا القطاع تدريجيا بتعلة أن أصبحت الاقتصاد مفتوح ومشاركتنا أو لأن وقعنا مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الواحد فيما يخص الاتفاقيات الدولية أن نفتحوا الأبواب على مصراعيها بالنسبة للبضاعات اللي جاية من الخارج. ولكن من سوء الحظ أن وكأنها كانت نية مبيتة لاستغلال بعض الأشخاص في هذا الميدان وسيطروا عليه حتى أن بدينا نفقدوا في عدة مؤسسات وأهمها مؤسسات كانت أكبر المؤسسات الموجودة في القطاع هذايا اللي هي كانت في صفاقس فقدناها وأصبحت إلا مؤسسات صغيرة الحجم فقط. حتى أن الانعكاس نتاع توريد هذه المواد اللي جاية من الصين مواد الأحذية أثرت على القطاع كذلك فيما يخص الحرفيين حيث العدد نزل إلى وقت الحاضر مقارنة ب 15 سنة التالي اللي قلنا يعد حسب التقريب ما يقابل 12000 أصبح اليوم لا يتجاوز أكثر من 1500 يد عامل. هذا دليل على خطورة هذا بعد الثورة هذا هو تدريجي من 15 سنة بعد الثورة. باش نقص عليك تو نكملوا أكثر ندخلوا في القطاع الاعتصامات والحركات السياسية والدعوة إلى الإضرابات والاعتصامات هل عندها تأثير في 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 كل القطاعات والقطاعات؟ هذا شيء مفروض لأن لما جاءت الثورة كانت الناس كلها ربما فرحانة بالثورة أو كانت التعبير على الأشياء اللي ما كانش نجموا عبروا عليها قبل اللي خلات نوعا ما من انحرافات وخلات نوعا ما الانتاجية نزلت إلى في حدود 50%. الانتاج تبدل حتى في الجودة متاعه. يعني قعدنا نعاني وخاصة المؤسسات المصدرة كليا قعدت تعاني برشا مشاكل فيها الوقت الحاضر اللي هي نوعا ما رجعت شوية الانتاجية متاعها أما لحد الآن ما زالت تعاني هذه المؤسسات في الانتاجية. هات نمشيو للسيد كمال كمون رئيس مؤسس لكونفدرالية مؤسسات المواطنة مكتب الجهوي بصفاقس باش نسألوه زوز أسئلة فيما يتعلق بأفاق التصدير والاستثمار في تونس وتشجيعات المستثمرين ورجال الأعمال هل هي موجودة ولا لا. نقولوا مساء الخير سي كمال. أهلا وسهلا بك. مساء الخير أختي مروة. أهلا وسهلا بك سي كمال. واقع الاقتصاد التونسي قبل ما ندخل للمستثمرين والاستثمار والتصدير وكذلك التشجيعات بالنسبة لرجال الأعمال واقع الاقتصاد التونسي. والله قبل كل شيء أحب نحيي السيد يسري الدالي والسيد يونس بن طاهر وأنت أختي مروة. مرحبا بك. قبل كل شيء نحب نعرج بصفة وجيزة جدا على حدث الاقتصادي اليوم وحدث مخيف وحدث خطير هو الحدث اللي يتمثل في تخفيض
الرقم السيادي دونك لتونس. هذا التخفيض مش يكون عنده انعكاسات سلبيه جدا على الاقتصاد نتاعنا وعلى مردوديه المؤسسات. معناها التخفيض بالنسبه لنا احنا كرجال اعمال واصحاب مؤسسات، معناها تخفيض الرقم السيادي اللي خفضته ستاندر اند بور اللي كان دي دي موا، وصلنا اليوم للبي وان شاء الله ما نوصلوش في القريب العاجل الى سي. هذا اذا وصلنا للسي تولينا كارثه، تولينا افلاس، معناها وتولي والاقتصاد نتاعنا متلاشى وما عنده حتى مصداقيه. معناتها لهنا نفهموا منك انه ما فماش افاق تصدير واستثمار في تونس. والله شنو بعد كان لحظه نكلموا شويه على شنو هو لي كونسيكونس نتاع هذا التخفيض هذا. طيب. خاطر اليوم اذا التخفيض هذا شنو جاب عليه؟ قله السيوله، معناها البنك المركزي ما عادش عنده الامكانيات باش يقترض الون تيرم دونك سيوله ماليه، اللي هي السيوله هذه اللي لوجيكمون تتعطى المؤسسات كقروض. والقروض هذه اليوم اذا ما هيش متوفره